لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يوم لا ظل إلا ظل الله عز وجل، هذا هو اليوم العصيب الرهيب الذي سمعنا بعض وصفه في صلاة العشاء: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، من شدة الخوف، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. هذا اليوم الذي تدنو فيه الشمس من رؤوس الخلائق بمقدار ميل حتى يغرق الناس فيه في عرقهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يأخذه العرق إلى قدميه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حفويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ترقوتيه، ومنهم من ينجمه العرق إلجاما والعياذ بالله. هذا اليوم أصناف من الناس يظلهم الله عز وجل بظله، ولا ظل في هذا اليوم إلا ظل الله سبحانه وتعالى. فمن لم يظله الله عز وجل في هذا اليوم فلا ظل له، تأكله الشمس حتى يكاد أن يغرق في عرقه والعياذ بالله. هذه الأصناف السبعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فيها خمسة من السبعة. شهر رمضان من الشهور المناسبة التي يسعى فيها العبد لكي يكون من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله عز وجل. نقف الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى على صنف من هذه الأصناف، وقد ييسر الله عز وجل في قادم الليالي نتكلم عن صنفين أو ثلاثة حسب التيسير، يعني إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الصنف الذي اخترته للبداءة به هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه. هذا الحديث أو هذه القطعة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مناسبة جدا للمعتكفين. يعلم المعتكف أن مكثه في المسجد ليس بالأمر الهين، وليس بالأمر الذي لا فضل له ولا أجر له عند الله. إن أحسن المسلم استغلال فرصة الاعتكاف في هذه الأيام العشر أو الليالي العشر، وخرج من معتكفه وقد تعلق قلبه بالمسجد، فقد فاز والله الفوز العظيم. الإنسان يحسن استغلال الفرص. صحيح أننا لا نقدر المقادير ولا نخلق الفرص، ولكن العاقل الموفق ينبغي أن يحسن استغلال ما يتاح له من الفرص. حتى غير المعتكف يمكن أن يعني يمكث في المسجد بقدر المستطاع حتى يتعلق قلبه بالمسجد. ورجل قلبه متعلق بالمسجد، المسجد هو بيت الله وكفى. يعني الإنسان أحب أن يعرف المسجد فيقول هو بيت الله. تخيل أخي الكريم، بيت ينسب لله عز وجل، بيت الله. قال الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لمن؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهذا أصل فضائل المسجد، أنه بيت الله سبحانه وتعالى.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير البقاع وشر البقاع، فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأله فقال: خير البقاع أو خير بقاع الأرض مساجدها، وشر بقاع الأرض الأسواق. خير بقاع الأرض المساجد، وشر بقاع الأرض الأسواق التي يكثر فيها اللغو والحلف الكاذب والغش وما إلى ذلك، لكن المساجد هي خير البقاع على هذه الأرض. يعني أنت لابد أن تتذكر وأن تذكر إخوانك أنك بمكثك في المسجد أنت تمكث في خير بقاع الأرض. وفي رواية أخرى لهذا الحديث: أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد، أحب بقاع الأرض إلى الله المساجد. فليس المسجد بالمكان الذي يسوى بغيره من الأماكن، ولا ينبغي لعاقل أن يكون سلوكه في المسجد كسلوكه خارج المسجد. لا بد أن يزداد العبد لله تعظيما إذا دخل بيتا من بيوته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هذه الصفات هي في الحقيقة ثمرات وآداب لعمار المساجد. إنما يعمر مساجد الله، تعمره بماذا؟ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. من فعل ذلك هداه الله عز وجل حق الهداية. ولذلك جاء في سنة الترمذي، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وإن كان غيرهم من أهل العلم ضعفه، حديث أبي سعيد الخدري المشهور: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. صح هذا الحديث أو لم يصح، فالمعنى ثابت في الآية، آية سورة التوبة التي ذكرناها. ثم يغني عنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. ليست المسألة مسألة درجة دنيا من درجات الإيمان، وإنما هي درجة عليا، درجة التقوى. من كان المسجد بيته فهو من الأتقياء، من تعلق قلبه بالمسجد فهو في ظل الله عز وجل يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: رجل قلبه متعلق بالمساجد، أين بدنه؟ إنما البدن تبع، والقلب هو محط نظر الله عز وجل. من تردد على المسجد دون أن يعظمه ودون أن يحبه ودون أن يعمره بطاعة الله، ماذا يغني عنه هذا الترداد؟ وإنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلبه متعلق بالمسجد، يحب المسجد ويعظمه لكونه بيتا من بيوت الله عز وجل. قلبه متعلق بالمسجد، هذا يذكرني بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل، توطن يعني جعل المسجد وطنا، يعني مكان للإقامة والمكث وطول البقاء. ما توطن رجل المسجد إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليه. حاول أن تستحضر هذا المعنى. تخيل إنسان له قريب حبيب غاب في سفر وطال غيابه ثم رجع إليه، كيف يتلقاه؟ يتبشبش إليه. التبشبش هذا في أصل اللغة معناه الفرح وخفقان القلب لمحبة ما ترى. يتبشبش الله عز وجل لمن يتوطن المسجد للصلاة والذكر كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا رجع إليهم. ما توطن رجل المساجد ليس للسوالف وللأحاديث وللغو، وإنما للصلاة والذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه. هذه والله فضيلة قد لا نتخيلها. الله تبارك وتعالى يفرح بقدوم بعض الناس لبيته، لماذا؟ لأنهم لا يأتوها إلا عامرين لها بالصلاة والذكر، يجنبون المساجد ما لا ينبغي أن يكون في بيت الله سبحانه وتعالى.
ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله إليه. لذلك لا تتعجب إن كان الإنسان دعواته في المسجد مستجابة، إن كان من هذا الصنف من الناس. إذا تذكرون حديث الصلاة الخمس، الإنسان يأتي للصلاة ويرجع إلى بيته ثم لا يلبث أن يعود للصلاة، فهذا في الحقيقة من أهل الله. والله عز وجل كما جاء في حديث جبريل إن الله لا يضيع إيه؟ أهله. هذه الكلمة قالها لسارة عندما تركها لهاجر، عندما تركها إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي وابنها إسماعيل في مكة، فقالت آه الله أمرك بهذا؟ فأشار إليها أن نعم، قالت إذن لن يضيعنا. ثم لما جاء جبريل ونقب زمزم في مكة قال إن الله عز وجل لا يضيع أهله. دي قاعدة المفروض الإنسان يعامل بها ربنا سبحانه وتعالى، مهما اجتهدت لتكون من أهل الله، من أهل طاعته والإحسان في عبادته، فأنت بذلك تكون والله قد فزت الفوز العظيم. إن الله لا يضيع أهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا. تعرفون الوتد؟ الوتد هذا الخشبة التي تدعم إليها الخيمة، يعني لولا وجود الوتد لن هدمت الخيمة. يعني خشبة تدق في الأرض وتثبت ثم تشد إليها الإيه؟ الخيام، بيوت الشعب، بيوت الأعراب. يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين يعمرون المساجد بطاعة الله سبحانه وتعالى بالأوتاد. المساجد هذه كما لها أعمدة تقوم عليها لها أوتاد، الذين يعمرونها بذكر الله تبارك وتعالى وطاعته. إن للمساجد أوتادا، شوف، الملائكة جلساؤهم إذا غابوا افتقدوهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. لماذا الملائكة؟ هم تشبهوا بالملائكة، وإنا لنحن الصافون. إنما الملائكة يصفون أقدامهم قياما بالصلاة بين يدي الله عز وجل. وهكذا يأتي المسلم من المسجد لا ليجلس ولا ليتفرج ولا ليلهو، وإنما يصف قدميه صلاة بين يدي الله، يفتح كتاب الله يقرأه، يجلس متربعا خائفا خاشعا فيذكر الله فتفيض عيناه. يعني هكذا ينبغي أن تعمر المساجد. إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم. ماذا يترتب على مجالسة الملائكة؟ كأنهم أصحاب قرناء، إذا غابوا افتقدوهم، سألوا عنهم، لماذا لم يأتي فلان كما يأتي كل يوم أو كل صلاة؟ إذا غابوا افتقدوهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أنت مهما تفكرت وأنا مهما ذكرت عن فضل بيوت الله وفضل عمارتها بطاعته، فالحديث سيطول بنا جدا. ولكن أشد آية علي في هذا المعنى كلما سمعتها الإنسان يدرك شيئا من رحمة الله سبحانه وتعالى بأمره للمسلمين ببناء المساجد، حتى تعلم لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بعد نزوله المدينة، بعد هجرته للمدينة، أول ما بدأ بماذا؟ ببناء المسجد. هذا محط تنزل رحمات الله عز وجل وبركاته وأنواع الهدايات على عمار المساجد. ولكن من يعمرها بحق؟ من يعمرها بطاعة وإنابة وخشوع وإثبات؟ لا يأتي المسجد ثم يخرج إليه لا يدري أين جاء ولا إلى أي مكان راح. المسجد كبيته، كالشارع، كالسوق. لا نتكلم عن هذا الصنف، إنما نتكلم عن من يأتي المسجد يعلم أنه يأتي الله، وحق على المزور أن يكرم زائرة. حق الذي يأتي المسجد يستحضر أنه يزور الله عز وجل في بيته، وحق على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على المزور أن يكرم زائره. قال الله عز وجل الله نور السماوات والأرض
مثل نوره يعني في صدر المؤمن، مثل نوره الله نور السماوات والأرض يعني منور السماوات والأرض، وأصل هداية من في السماوات ومن في الأرض هو الله سبحانه وتعالى. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره يعني نور الله تبارك وتعالى في قلب أو صدر العبد المؤمن. مثل نوره كمشكاة، تعرفون المشكاة؟ الكوة النافذة، غير النافذة التي لها وجه واحد. تعرفون المشكاة ولا؟ مثل نوره كمشكاة، طبعا المشكاة من أهم خصائصها أنها تجمع الايه؟ الضوء، لأنها لها وش واحد، ظهر مسدود، قوة في الحائط اللي كانوا بيحطوا عليها السراج في القديم. كمشكاة، وهذه معناها أنها تجمع الضوء وتجعل جهته إلى جهة الايه؟ المستقبل فقط. كمشكاة فيها مصباح، المصباح يعني السراج أو الفتيلة التي تضيء. كمشكاة فيها مصباح، هذا المصباح، هذا السراج، هذه الفتيلة في زجاجة. الزجاجة يعني القنديل، تعرفون المصباح الزيت القديم زي لمة الجاز والحاجات اللي بتاعت الفتيلة في زجاجة. الزجاجة يعني الايه؟ القنديل. وهذا كله في المشكاة، هذا كله في ايه؟ في المشكاة. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة يا جماعة، الزجاجة دي مجرد ايه؟ غلاف فقط، مش هي اللي مش هي مصدر الضوء يعني. الزجاجة كأنها كوكب دري، الزجاجة كأنها دري يعني يتلألأ صفاء وتألقا زي اللؤلؤ يعني. وفي قراءة كوكب دري بالكسر من الايه؟ من الدر، يعني يدفع النور، يدفع الظلمة، النور يدفع الايه؟ الظلمة. كوكب مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هذا السراج اللي هو جوه باب قنديل، يوقد من شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه ايه؟ نار. يعني الزجاجة كوكب دري، الزيت اللي لسه هينور، لسه هيولع عشان ينور، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لذلك قال الله عز وجل نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ما علاقة هذه الآية بموضوعنا؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. الآية التالية، في بيوت، هذا النور الذي يعني يرغب فيه المؤمن، اللهم اجعل لنا نورا وأعظم لنا نورا، واجعل عن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن بين أيدينا نورا. هذا النور الذي من حرمه ضل والعياذ بالله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من إيه؟ من نور. هذا النور إنما محله الأول، أصل خروجك، بيت الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله، من الذي أذن؟ أن إيه؟ ترفع، يعني تعظم، مش معنى ترفع تشيد، لا، ما هو الكنائس بترفع أو بتشيد والمعابد بتشيد، وإنما أذن الله عز وجل في المساجد أن تعظم. في بيوت أذن الله أن ترفع، تعظم بماذا؟ ويذكر فيها اسمه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. لم يقل ذكور وإنما قال رجال، هذا الرجل الذي يصدق الله ما عاهده عليه، الذي يجده الله حيث أمره ويفتقده حيث نهاه. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. يسبح يعني يتنفل بالصلاة، سبحة يعني نافلة الصلاة، يعني انتهينا من الفريضة، مش بقى خلاص كل واحد يروح يشوف صاحب يقعد يرغب، وما انتهينا من الفريضة نعمل ماذا؟ عندك نوافل، عندك ايه؟ يسبح له فيها يعني يتنفل له فيها بالصلاة.
يسبح له فيها بالغدو والآصال، يعني صباح مساء، يعني دواليك دائما بدون انقطاع، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفة من يحب الله عز وجل قدومه إليه، يتبشبش إليه كما يتبشبش أهل الغائب بإيه؟ بغائبهم. لذلك نصيحة في الأذن، همسة في أذن كل معتكف: إياك أن تطرد عن نفسك أثر الطاعة. الإنسان يحسن الساعة ثم يسيء فيضيع أثره، يصلي ثم ينكت، يصلي ثم أنا أتكلم عن العشر الأواخر من رمضان الاعتكاف، لا أتكلم عن الوقت العادي، أتكلم عن هذه الأوقات التي لا تعوض، هي مرة واحدة في الإيه؟ في السنة، مرة واحدة في الإيه؟ في السنة. اسمع إلى هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر حاج محرم، ومن خرج من بيته لصلاة الضحى أو لسبحة الضحى فأجره كأجر المعتمر. الشاهد إيه؟ وصلاة على إثر صلاة أو على أثر صلاة، بالفتح والكسر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما. خلي بالك، هو ده المطلوب، كل اللي فات ده عشان الكلمة دي، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. كلا إن كتاب الإيه؟ الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذا أردت أن يكون اسمك في هؤلاء المقربين فصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما، ده الصعب. صلاة على إثر صلاة سهلة، بنصلي الصلاة الخمس في المسجد، أمال إيه الصعب؟ الصعب لا لغو إيه؟ بينهما. حافظ على أثر الصلاة، أنت معتكف فبقدر المستطاع تفرغ لعبادة الله. إن شاء الله عز وجل في العيد يكون بقى يعني من السنة التوسيع على نفسه وعلى الأهل، والخروج والمزاح والفسح والطعام والشراب والأصدقاء والجلسات السمر، كل ما تحب إن شاء الله أجله لإيه؟ للعيد، يؤجل هذا كله لإيه؟ لوقته المناسب. وأما في الاعتكاف فصلاة على إثر صلاة كتاب في عليين. لا تنسى أن محط تنزل الأنوار والهداية والبركة والرحمة في هذه البيوت إنما لمن كان فيها بهذه الصفة: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، وأن يعلمنا كما علمهم، وأن يحشرنا معهم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وإحسانا. اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين المخلصين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.